مشاهدينا الكرام، احييكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند والى حضراتكم النشرة الاخبارية وابرز ما فيها. وفد رفيع المستوى يغادر مطار ايال الدولي. وزير وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية يفتتح ندوة في فندق امباسادور. مدير وزارة التجارة والمدير العام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومشاركتهم في اختتام دورة تدريبية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ابرز العناوين واليكم بالتفاصيل. غادر صباح اليوم وفد رفيع المستوى مطار عيال الدولي والذي كان يتراسه وزير وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية صوماليلاند، هدف إلى المشاركة في المفاوضات المقامة عقدها بدولة تركيا بين جمهورية صوماليلاند ومغاديشو. غادر صباح اليوم مطار عيال الدولي وفد رفيع المستوى برئاسة وزير وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية صوماليلاند، هدف إلى المشاركة في المفاوضات المقامة عقدها بدولة تركيا بين جمهورية صوماليلاند ومغاديشو. هذا ويتكون طاقم الوفد الرفيع المستوى من وزير وزارة القصر الرئاسية، وزير الشؤون الخارجية والزراعة والثروة الحيوانية، ونائبي المجلسين وأعضاء آخرين. وتحدث الأصحاف المحلية بقاعة المطار عيال الدولي قبل مغادرتهم وزير وزارة الشؤون الخارجية بكلمة أشار من خلالها عن هدف زيارتهم إلى دولة تركيا، والذي هو مواصلة المحادثات التي كانت مستمرة بين جمهورية صوماليلاند ومغاديشو والمشاركة في اللقاء المنصرم عقده في تركيا بتاريخ بداية هذا الشهر القادم. وأضاف معاليه مواصلا حديثه إلى أن جمهورية صوماليلاند دولة مستقلة وحرة لها حدودها وحكومتها، وأن من تفاوضهم أيضا دولة مستقلة لا دخل لها أفرادها المشاركين في المفاوضات بجمهورية صوماليلاند، وأن هذه المفاوضات تجري بين صوماليلاند والصومال. كما لمح معالي الوزير إلى أنه ومن المهم جدا في هذا اللقاء تطبيق سريان البنود الاتفاقية السابقة التي وقعت بين الطرفين، كما أن جمهورية صوماليلاند ستبذل قصارى جهدها من أجل حصولها على اعترافها الدولي. عقد اليوم في فندق أمباسادور ندوة توعوية افتتح من خلالها هيئة لمكافحة المخدرات والممنوعات بعاصمة هرجيسة، وشارك في هذه المناسبة عدد من أعضاء مجلس الوزراء وكبار شيوخ البلد وسياسيين وأعضاء من مجلس النواب وشيوخ وأدباء ومثقفين وضيوف شرف آخرون. عقد اليوم في فندق أمباسادور ندوة توعوية افتتح من خلالها هيئة لمكافحة المخدرات والممنوعات بعاصمة هرجيسة لأول مرة في البلاد. هذا وشارك في هذه المناسبة عدد من أعضاء مجلس الوزراء وكبار شيوخ البلد وسياسيين وشيوخ التراث وأعضاء من مجلس النواب والشيوخ وأدباء ومثقفين وضيوف شرف آخرين. وتحدث في بداية هذه المناسبة رئيس هيئة مكافحة الممنوعات والمخدرات السيد سليمان موسى بكلمة أشار من خلالها عن مدى أهمية تأسيس هذه الهيئة وفائدتها العظمى لدى المجتمع الصوماليلندي، حيث تتلقى مساندة من قبل الحكومة. كما دعا لكل فرد من المجتمع الصوماليلندي بالتبرع وتقديم يد العون لهذه الهيئة، حيث أن نواياها العملية خالية من أي مقصد مادي. أضاف مواصلا حديثه أن لكل دولة من دول العالم سواء كانت إسلامية أو غيرها من الدول يوجد فيها هناك هيئة أو جمعية لمكافحة المخدرات والممنوعات. كما تحدث أيضا هناك الشيخ العلامة الشيخ محمد الشيخ عمر درير بكلمة شكر من خلالها كل من قام بتأسيس هذه الهيئة، ملمحا إلى وجوب مشاركة كل فرد في أي عمل يقام من أجل مكافحة المخدرات والممنوعات. كما تحدث أيضا هناك دكتور محمد عبدي قبوس مشيرا إلى خطورة المخدرات والممنوعات صحيا. وفي الختام تحدث هناك وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خليل عبد الله أحمد الذي افتتح هذه الندوة مشيرا إلى موقف الشريعة الإسلامية عن المخدرات والممنوعات وتحريمها القاطع تماما. كما أوجب أيضا الدين الإسلامي محاربته. وتحدث أيضا الشيخ مواصلا حديثه عن آثار المخدرات والممنوعات السلبية وخطورتها على صحة أي شخص داخل المجتمع الصوماليلندي. وكما وعد معالي الوزير في ختام حديثه بأنهم كوزارة مع مشاركة من قبل الحكومة سيعلنون حملة موسعة ضد هذه الممنوعات.
شارك كل من مدير عام وزارة التجارة سعادة محمد شيخ عمر ومدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعادة محمد موسى وبرفقتهم مسؤولين كبار من مؤسسات تجارية والمدير العام لمعهد التأهيل وتدريب الموظفين شاركوا في اختتام دورة تدريبية هدفت إلى رفع كفاءة الموظفين وتطوير مستواهم العلمي في مجال علوم التجارة. شارك كل من مدير عام وزارة التجارة سعادة محمد شيخ عمر ومدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعادة محمد موسى وبرفقته مدير معهد التأهيل والتدريب وعدد من المسؤولين من مؤسسات وهيئات تجارية شاركوا في اختتام دورة تدريبية موسعة هدفت من أجل رفع كفاءة الموظفين ورفع مستواهم العلمي في مجال العلوم التجارية والتي استمرت لمدة شهر بعاصمة هرقيسة. وتحدث في بداية هذه المناسبة مدير عام وزارة التجارة بجمهورية سوماليلاند سعادة محمد شيخ عمر حسن أشار من خلال حديثه عن خطط واستراتيجيات التي تتبعها الحكومة من أجل رفع مستوى كفاءة التجارة وكيفية تطويرها، وأضاف سعادة بأن مثل هذه التدريبات من شأنها تحفيز الشباب وإطلاعهم بأفق وطرق جديدة لتطوير التجارة وعدم رؤية التجارة من منظور واحد، وإنما استفادة من تدريب والمعلومات القيمة التي تمنح إليهم من مثل هذه الدورات. وتحدث هناك أيضا مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعادة محمد موسى أشار من خلال حديثه عن فوائد التجارة وأهميتها في تطوير البلاد وناشد من جانبه جميع المواطنين وكل من شارك بهذا التدريب بأن يستفيدوا ويطبقوا المعلومات القيمة التي منحت إليهم. وتحدث هناك أيضا مدير معهد التأهيل وتدريب الموظفين بروفيسور محمد محلة بقرة أشار من خلال حديثه عن مراحل عديدة التي مر بها هذا المعهد والذي يعمل دائما من أجل رفع كفاءة التجارة وإنتاج عمل مثمر، وناشد من جانبه جميع الشباب بأن يعملوا بجد واجتهاد ليحصلوا على ربح وفير، وأن هذه الدورات عملت لتساعد وتوجههم لينتجوا الأعمال المثمرة ويساهموا في نهضة وطنهم. وتحدث هناك أيضا أحد مسؤولين هيئة IMO والممول لهذا المشروع السيد محمد حسين أشار من خلال حديثه عن أهمية هذه الدورات التدريبية للموظفين والمواطنين، ومشيرا أيضا إلى أهمية التجارة الحرة للمجتمع ككل. وتحدث هناك أيضا عدد من المشاركين بهذه المناسبة أشار من خلال حديثهم إلى أهمية مثل هذه الدورات والتي من شأنها رفع كفاءة التجارة وإنتاج عمل مثمر. وفي الختام تم توزيع شهادات تكريمية لكل من شارك في هذه الدورة. عقدت اليوم بلدية عاصمة هرجيسة لقاء عمل شارك فيها جميع وفود أعضاء البلديات العاملة في أقاليم البلاد. هدف هذا اللقاء إلى النقاش في كيفية تطوير ورفع مستوى الخدمات التي تقوم بها البلديات للمجتمع. عقدت اليوم بلدية عاصمة هرجيسة لقاء عمل حضر فيها جميع وفود أعضاء البلديات العاملة في أقاليم البلاد. هدف هذا اللقاء إلى النقاش في كيفية تطوير ورفع مستوى الخدمات التي تقوم بها البلديات لمجتمعهم. هذا وشارك في هذا اللقاء عدد من المسؤولين والمدير العام لبلدية المناطق والأقاليم من قبل وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية سومنلاند محمد علي محمد ومثقفين والهيئات العالمية المهتمة في مجال الشؤون الاجتماعية. وتحدث في بداية هذا اللقاء المدير العام للبلديات السيد محمد علي محمد بكلمة أشار من خلالها عن أهمية عقد هذا اللقاء، حيث يتركز محور نقاشه في كيفية تطوير أعمال إدارة البلديات وتحسين ورفع مستوى أداء الخدمات التي تقدمها تلك الإدارة لمجتمعها ومحاذاة ومواكبة أعمال تلك الإدارات للنظم والنهج الذي تتبعه الدول الأخرى العالمية في مجال عقد لقاء مستمر لإدارتهم من أجل تحسين أدائها وعمله الإداري الذي يعود نفعه الأولى والأساسي على المجتمع القاطن في تلك المنطقة. كما تحدث أيضا هناك منسق شؤون الإدارة الحسنة من قبل وزارة الداخلية لجمهورية سومنلاند سيد عبد الله أحمد بكلمة أشار من خلالها إلى أن الهدف الأساسي من عقد هذا اللقاء إعطاء استقلالية التصرف لأي إدارة هي الحصول على خدمات سهلة ورفيعة المستوى على شتى المجالات المختلفة في الصحة والتعليم وغيرها. ووضعت الوزارة الشؤون الداخلية تنفيذ هذه الخطوة التي تسمح لكل إدارة التصرف الكامل في تطوير أعمالها دون أن تنتظر من أي أحد على موافقة طلب أعمالها على تحسين أهمية الخدمات اللازمة والضرورية لأي مجتمع قاطن في منطقة أو إقليم. كما تحدث في هذه المناسبة خبراء من قبل الدول العالمية بكلمة أشاروا من خلالها عن أهمية هذا اللقاء، كما أثنوا على أعمال البلديات في جمهورية سومنلاند واجتهادها المستمر في تحسين الخدمات التي تؤديها إلى المجتمع السومنلاند. عقد اليوم النائب مدير مطار عجالة الدولي مأدبة استضاف فيها فنانين من جيجيجا المتواجدين بالعاصمة هرجيسة والذين شاركوا في افتتاح المدرج الجديد بمطار بربرة. وشارك في هذه المناسبة عدد من شيوخ القبائل ومذيعين وفنانين وضيوف شرف آخرون.
عقد اليوم نائب مدير مطار عقال الدولي مأدبة استضافة من خلالها فنانين تكتيكا المتواجدين بعاصمة هرقيسة والذين شاركوا بافتتاح الدرج الجديد بمطار بربرة. وتحدث في بداية هذه المناسبة نائب مدير مطار عقال الدولي السيد عبد الله يوسف أحمد رحب من خلال حديثه بفنانين جكجكة، أشار بأن تواجدهم بينهم له فائدة عديدة في جميع المجالات منها التجارية والعلاقات الداخلية بما أنهم دولتين مجاورتين وشقيقتين. وتحدث هناك أيضا أحد شيوخ القبائل السيد بقرع عثمان بورمدو، عبر من خلال حديثه عن فرحته بمثل هذه المناسبة والتي تقرب وتربط بين الدولتين الشقيقتين وكما تسمح لهم بالتبادل الثقافات والرقصات والأغاني الشعبية. وأشار أيضا من خلال حديثه عن أهمية وفائدة الوفد الذي تم بعثه إلى دولة تركيا وما سيعود من هذه الجولة القيمة. وتحدث في الختام عدد من فنانين جكجكة عبروا عن فرحتهم البالغة بهذه المناسبة والتي إقامتها لهم دولتهم الثانية، وقدموا شكرهم البالغ لكل من ساهم في هذه المناسبة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نهاية نشرتنا الأخبارية لهذا المساء، قدمتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية صومالاند القومي. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.